زائد 2.9 غرام كوكايين للاستهلاك، قارورة سائل إيزوبتي 40 ميلي غرام، وعشر سجائر محشوة زائد 4258 قرص مهلوس. تم توقيف 71 شخص و أودع منهم 91، تم توقيف 199 شخص وأودع منهم 91 شخص. الميدان ثالث الشق، وكذلك تدخل من المهام الرئيسية مصدرك الوطني في إطار الشرطة الإدارية، ميدان أمن الطرقات. الهدف الرئيسي من هذا الميدان هو تقليص حوادث المرور. من خلال كل حال تماشي مع المحصائيات والمعطيات، أن تم التحكم على كل حال في النقاط والمقاطع السوداء نظرا لاهتمام الدولة في إنجاز المشاريع، خاصة الطرقات والقضاء على المنعرجات الخطيرة أو بعض الأماكن المعروفة اللي احنا نذكرها مرة في مراسلة، كل حال في تنسيق مستمر مع السلطات الإدارية بإعلامهم عن حالة الطرقات. قرابة كل شهر نرسل تقرير مفصل عن ذلك. الكثافة المرورية، الطريق السيار يعبر إقليم المجموعة، الطريق السيار بحوالي الكثافة المرورية تقدر يوميا 12000 مركبة، الطريق الوطني رقم 13 20000 مركبة، الطريق الوطني 7 14000 مركبة، الطريق الوطني 11000 مركبة، وهكذا يأتي أهمية الطريق على حسب الكثافة. حوادث المرور الفترة سنة 2020، عدد الحوادث تم تسجيل هذه السنة 62 حادث، القتلى 40، الجرحى 119. من أسباب أغلب الحوادث المسجلة بإقليم مختصص تعود أغلبها إلى العامل البشري، نظرا لتهور بعض السواق وعدم التقيد بقواعد السياقة السليمة، وكذا عدم احترام قانون المرور، وفي بعض الأحيان تعود أسباب الحادث إلى حالة المركبة أو حالة الطريق، ويبقى العامل البشري هو العامل الغالب على الأسباب. السائق دائما في إطار الأسباب الرئيسية لحوادث المرور، السواق يأخذ النسبة السبب من بين الأسباب، العامل البشري السواق 79%، والمرة 9.68%، يعني المجموع العامل البشري يأخذ حصة الأسد ب 88.70%. تأتي ثانيا حالة المركبات 8%، بعد حالة الطرقات 3%. هذا تفصيل لحوادث المرور بالتفصيل، يعني السرعة، عدم خاصة السرعة هي اللي دائما تأخذ النسبة الكبيرة، قطع الطريق دون حذر، أسباب متعلقة بالمحيط والطرقات، السير في اليسار، تجاوز دون أخذ الاحتياطات اللازمة، تغيير بدون ده. يعني هذو نقاط، يعني التحليل الأسباب. حوادث المرور حسب أنواع الطرق، يعني وين الطريق اللي يعرف أكثر، في من خلال الإحصائية تاعنا وين الطريق اللي يعرف أكبر حد، هو الطريق الطرق الوطنية 66.16، ثم تأتي الطرق الولائية 22.2، ثم يأتي الطريق السيار 8.06.